السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير، صبحكم الله بصباح النصر والعز والفخر، صباح نتائج ترضي عباد الله في أرض الله في دولة الإمارات، ترضي كل محب وكل صديق وكل حاب وكل عاشق لهذا الوطن وأهله ومن سكن فيه. صباح تينا فيه أخبار طيبة ورزق ونصيب من الله، صباح نسمع فيه كل نتائج جميلة تسر شعب هالدولة وحكامها يا رب العالمين. صباحا يفرح معازيبنا، صباحا يفرح كل إنسان في هالبلاد، صباح المسرات، صباح الخير، صباح الرزق، صباح النصيب، وصباح النصر العظيم، وصباح النتائج الفنانة اللي ما تد حصل شرعت نتائج الدنيا. يس انا موجود، انت وين؟ وين؟ في دبي. وصلت له بعدك؟ تسبح؟ في الجراج بيتنا يعني؟ اللي هنا بابا داخل البيت كنا شابية. يلا انزين تعالوا. بسير دبي انا صلاح، اريد اشوفه قبل ما اسير دبي. دقيقة يلا ترياك. الله جعلنا من الحيين، ان شاء الله اليوم بيكون غداي في دبي الحبيبة، ان شاء الله بيكون غداي هناك، وان شاء الله اني بوصل بردي قبل العصر ان شاء الله، والامور طيبة. وصراحة لين الحين مايا، بعده لين الحين مايا، والله ما كنا ما سمعتوا توكم قال انا عند الباب. محسن يا صلاح لو بعده. صباح النور صلاح. صلاح مايا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كله فنان؟ نعم بابا. نعم بارك الله فيك ما شاء الله. هذا ابو خد وخد السنه ابو خد وخد، مبدع ابو خد وخد ما شاء الله تبارك الرحمن. ونزين هاي مدويه وين تبع؟ بعرف الفزعه يا ابنها وهي مدويه هذه. والله شو بقولكم، يضرب شيء وشيء. الحمد لله. شكرا يا شامبي. اشوف شو اليوم ريوب ما شاء الله الباجي اللي مطبرها. يلا سكر على هذا محل زايد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والبنت حامل من العام ما شاء الله تبارك الرحمن. خذ عن الأرباب اليوم، أرباب ريوس يا بسيارة اليوم. يا جود مورنينج يا جود مورنينج يا أبو أحمد. منو مينو صلاح؟ بيت شبلة ولدي. صباح الخير. صبر وين اللوية؟ صباح الخير. الله الله الله، ليش تأخرت علي صلاح؟ وما لها صلاح أسدأ. وكل الناس يقولون البارحة ليش صلاح ما ترياك المغرب، بلاك ما تريت لي. انت وين انت وين؟ يوم جيت قالوا توه صار. لا خلينا ننام خلينا نسبح. كم هو السبوح وكم هو الرقاد؟ ما تركش تركش سرت تركش؟ ايه يوم حلا زايد تبع؟ وين؟ لا اول شيء اعطاه صحه صحه وقهوه وخلاص. زين تعيس عدالي ها؟ قهوه هذا. لا بعيد ما شي زحمه تعال. قودك قود قود بغى يتكود قود. تسمعني اقول قود؟ يا الله هذا المينون هذا الغلطان هذا البالدي. انت ما يشوف ترى يتكود يا بجي يتكود. والله انه بغى يتكود. يلا يا الشيبه مال عرس انت.
تريد تعالي هاي تعالي هني عدالة، تعالي نعدال أرباب، تعالي نعدال أرباب، تعالي كلكن عدالة، كلكن عدالة، تعالي انتي قبل ليوة، تعالي يا عدالة. صلاح شتبة بيت تعالي هني عدالة حق تظهرين في التليفون، وين بتظهرين؟ يوم تقب كمك بسالة منك قولي لي شوي بريوق أرباب. بيت 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 بيت. شنو مونة البيض؟ هذا مونة. شوف يدي. ايوه شو يعني؟ بيض عيونك يجلبونه. سني سايد اكس ما يسمونه. يلا. ده كده عيون؟ مقلوب يبقى اسمه. كلت صح صلاح؟ زين بالعافيه حبيبي. لا الحين الحين اتكلم. خلى لك عيونك ما يبي التصوير. اتكلم عاده. يلا. يلا قول ارمس عادة صلاح لحظة لحظة ها قول شو ها. لا لا بتصير لا بزعل عليك بتصير دبي ما تبات فنادق تبات بيت قم مريم لا خلاص عيلة بتزعل عوش الله يرحمها لا عوشة تزعل تقول صلاح هي تصير بيت قم مريم تصير مول تصير كوفي حرام لا فندق ما تصير تبات في فندق اللي عنده بيت يبات في فندق لا لا ليلة ولا ربع ليلة انا غير عادة عنك انت بتحطنا وانت واحد ايه انا خيخ اليوم ترى العرس لا تقولوا ما حد قالكم هذا ابوي عرسه يتشرف خلف بن احمد الحبتور بدعوتكم لحضور حفل استقبال المقام بمناسبة الزفاف حفيدة طارق بن راشد الحبتور على كريمة محمد بن خادم آل حامد هي وين وذلك يوم الثلاثاء اللي هو اليوم الموافق 29 اللي هو اليوم شهر يناير اللي هو هذا الشهر 2019 اللي هي هذه السنة انزين الساعة 4 العصر حديقة الحبتور بلس الحبتور سيتي ووك دامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات لا تقولوا ما حد قال لكم اليوم هذا عاد النداء الأخير النداء الأخير لعرس الحباترة ما شيء إعلانات أكثر عجزتونا كل يوم لحد ما وقد أحذر من أنذر لازم الكل منكم ناس طيبين أياويد يحضرون أفراحكم وأحزانكم وسيرتكم وييتكم في المفروض أنكم أنتم مثل ما تويب منكم العرب أنتم تويبوا منهم ويزاكم الله خير وليه بيي والله مرحبا وسهلا وليه بياي عذره عنده والله يحفظه وييسر اموره وملي والله يتمم لهم ان شاء الله على خير ويرزقهم الذريه الصالحه ويوفق ما بينهم الفرح ما يفارج الحباتره من لين تقوم ناقه صالح مساكم الله بالخير هي عباره مساكم الله بالخير احيانا مفروض نحن نشتغل الساعه 9 ونص نحن موعدنا الساعه 11 ونص لقيت اظهار الساعه 9 ونص بنوصل وايد من وقت شو بنصير نسوي؟ لكن ابوي ما شاء الله نظهر الساعة 10:10 وربع وين وصل الساعة 11 ونص تقريبا بتكون زينة سيرتنا. علما بني انا يوم انوي اسير بقعة اسير مجدم لكن سبحان الله يعني لسه البيت في الزراعة وهذا كان عندي حلقة تبع الزراعة ناوي اسجلكم اياها عن طريقة تحسين التربة وتجويد ادائها وطريقة امتصاص جذور الزرع للأسمدة وش اللي يخلي يعني في أشياء وايد جميلة شيء بسيط وسهل يجلب حياة الزراعة من لين 180 درجة أيامنا ولله الحمد كلها سعادة وكلها أناس وكلها فرح وكلها طيب وكلها سرور أيامنا أيام مسرات أيامنا الله يحفظكم أيام خير وأيام بهجة وأيام مناسبات سعيدة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا الفرح والسرور والسعادة ويرزقنا النصر اليوم في المباراة يا رب العالمين يرزقنا النصر ونتحلى بأخلاق اللي وارد من ديننا الحنيف دين الإسلام يحثنا دين الإسلام يحثنا بالتحلي بالمعاملة واللطف في حياتنا العملية والمنزلية وين ما تصير تكون لطيف تكون مؤدب ذو أخلاق
ذو سمو، ذو جاه، ذو كلام طيب تفرح به اللي قدامك وتكسر عينه، اللي بتلاقيه تكسر عينه بطيبك ومعروفك وكرمك وحسن أخلاقك وذرابة منطوقك وحسن ردك للي قدامك، حتى لو هو أساء أنت تقول الكلمة طيبة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبات عديدة، أيام الإمارات كلها مناسبات وكلها خير، ونحن وخصوصا السنة هذه عام التسامح، وعام التسامح هذا ما بشيء دخيل، نحن دولة متسامحة، نحن دولتنا شعبنا شعب متسامح، من استوت الدنيا التسامح ما بشيء دخيل علينا، ما بشيء جديد، فلذلك التلاطف مع العرب، التجانس، السمو والألفاظ الجميلة، انتقاء مخارج الأحرف، ما بلا الكلمات، ما ودك تجدم حرف على حرف يكون مشكوك في نبرة حسك في الكلام هذا، لا، لازم تكون النية صافية. نحن وغيرنا والمسلمين أجمعين كنا نتحلى بالأخلاق الحميدة، بالكلام الإماراتي، ذرابتها لبلادنا، ذرابة تربية عيال زايد اللي هم نعم مخلف عليهم، ما بمولف، يوم يقولك فلان هذا مخلف عليهم، نحن شعب الإمارات مخلف علينا الذرابة والطيب والكرم وحسن الجوار وحسن ملاقات الضيف وحسن المعاملة وحسن الكلام الطيب، الكلام الزين. ترى كلمة الطيب، كلام الطيب يظهر الغول من السرب، يظهر الغول من السرب لهالدرجة، له وطأة السحر الكلام الطيب. الكلام الطيب ما شيء شراته، نحن ما نرضى به الكلام الشين، الكلمة الشينة والكلمة القاصرة لا تقال من أفواه الإماراتيين. الإماراتيين ناس طيبين، ناس أياويد وكرام، ناس اليود فيهم وثوبهم وملبوسهم، كانهم ذكور ولا إناث، كبار ولا صغار، في أي محفل انضفنا حد قدينا محد شراتنا ينم عاليهم، ونحد ضافنا صكينا بوي كبد السماء، هذا الشعب الإمارات. فلذلك رب العالمين يسر لنا أمورنا وين ما نصير في كل بلاد، لأن نحن شعب الإماراتي شعب محترم يحترم اللي ييه، أني أنا حد ترى فوق الرأس، أنت علّة فوق الرأس، وأنت وطّة ترى على المتون على الكتوف، هذا مكانه الضيف، مكانه على أول فوق الرأس، أنت علّة فوق 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 الرأس، وأنت وطّة على الكتوف، هذا ضيفنا، هاي نحن معاملتنا للضيف. ويا مرحبا ويا مسألة باللي من شرق الأرض ومن مغربها اللي بيّينا والله مليون مرحبا، له العين فراش وعين الحاف، كانه أبويه من شرق الأرض ولا من مغربها والله مليون مرحبا، من سار لينيا مليون مرحبا، بعد الماء عن السماء مليون مرحبا، بعد الثرى عن الثريا مليون مرحبا، عدد من طاف وسعى وطاف في البيت الحرام، إن الله يا رب تنصرنا، وإن الله يا رب إنك تنصر منتخبنا وتوفجه لما هو يسعد حكومتنا وشعبنا يا رب العالمين. يا الله يا رب النصر اللي من عندك والفرج اللي من الله، ما حد يطلب الفرج إلا من الله، من صاحب الفرج. وربي تام رمسه ترقى لين فوق وتنحدر، ترقى لين فوق وتنحدر. بخاطري أخبركم عنها، حد من العرب يوم بيسوي، أنا ما أقول عن إسراف وغير إسراف وما أدري شو، لا، أنا اللي أطري إن الآدمي يوم يسوون شيء يسوون شيء مبحبح، يعني يزيدون في الكيلة، حد يلفي، حد خاطر في شيء، حد يبقى ييكم، حد يتهلى على خدمة هالبيت، هالبيت هذا، ولأن عندهم شيء ما بضروري ليه يسوي قياس بالضبط بالملي، ما يزيد ولا شويون يزيد، معقولة؟ الحمد لله ما فينا فقر نحن، لكن هذا يسمونها رداه،
رداه شيمه. نعم ترى هاي يسمونها رداه. قادمي قال غني قال ما في ساسة غنا كيف بي غدي غني كيف بي عطي كيف ما تهون عليه ما يهون عليه شيء يتهلعون على خدمة شيء من هالبيوت ولأنه مسوين شيء مسوين شيء يسد شايفني يا بين شب ولأنه يسوون شيء يسد بيزيد ضروري أن الشيء الخدمة تزيد ما بين شب شب خارج ما بيتشب لكن ضروري تسوي شيء زيادة بياكلون اللي بيون حد يضويكم ولا حد الأول لو العرب تركب جذور تطعم بيوت يرانها تطعم من طعيم طعيم ضروري شبعة لو فصحينها الكبير كبر صحن الجاهي يضطرش حق اليار وصاحب الصديق يفرح يقولون لا روح يطبخ معلوم يطبخون حد ما يطبخ كل العرب تطبخ تاكل وتشرب غير اليار يفرح يوم انت بطعم بشيء بالاخص ان يا على غفله ان يا على غفله يفرحوا به اليار والله والجيم هاي الجيم يوم تتنقص بها اليارك يوم تتنقص لها تتنقص بها اليارك ترى يفرح لا تحرون شيء بسيط لو عيش شيلاني قحي عليه شياط بصل شويونه يفرح به اليار والله خذوا الرمس عندي انا والله انا لو يجيني كف تراب اطير بكف السماء أطيب كبد السبع وايد يوزلي وكلي عيبني ما أكلته أنا بياكلوني هلي عيالي صاحب الصديق بصرف ما بلازم أكل كل شيء يجيني ألفه هنا حتى اللي بيجي من شرق ولا مغرب قطع عنده صدقاني إيراني إخوتي خواتي بن عمي بن خالي ترى شيء وايد جميل هب كله بخاخير استورات بخاخير استورات طرش حق صاحب الصديق طرشت الشيء الحولي اللي دار عليه الحول وفسفس اندبت لا طرش يوم غايته شيء وصف عند هالأول عليك بالجار لو جار عليك باليار لو يار لو مسوي المنكر ترك ما تلقط من هالدورة يارك ما تلقط من هالدورة حاله حال أخوك حال حاله حال رحمك عليك باليار لو يار لو مسوي اليور مسوي الدنك مسوي المنكر ما تلقط الدورة منه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا على اليار ما شي شرات اللي يرها الطيبة والكلمة الزينة هب من دق طبلة قلتوا أنا قبله حد سوى أي صوت بيوت إيران نشيت اشتكيت الشرطة أزعجونا أزعجونا وهب غيمك أنت ويا فريجكم حد رابل ترى قاتبه العرب كلها من أدنى تدون سوى بيت اليار نشوا يباغون أزعجونا نشوا طول دقوا تليفون للشرطة عيالهم حفصوا ويلان عيالهم لبقوا شلك عيالهم عيالهم عفدوا على حاموا يدار بيتنا وكسروا أبوي فن اللوزة وكسروا أبوي صدرنا وقطعوا همبانا وقطفوا منتينا أنا أبو وين الييرة وين الييرة وين الحشمة وين الصداقة وين حق الجار على الجار وعفده وضربه ومتوت متوتكم صبوا عينها ولا فتحوا الباب عن القفص وطارت المتوت شنو قص ملك الله اختربت الدنيا طبجت السماء على الارض ما طبجت السماء على الارض ما يعني ما لحنا نقصنا ولا اهل الهوى زادوا يعني ما يستوي ادنى تدون تلابقن الحريم هذه ما ترمى سيارتها وتسب الشو هاك اليوم طارين راس بلدي طروا راس ولد مات مساكم الله بالخير من مدينة الخير مدينة الأبراج مدينة الشيء الفنان مدينة الشيء الغاوي اللي ما شي شراته اللي هو خور دبي من مركز المبيعات مركز مبيعات إعمار اللي في خور دبي هذا المركز الفنان المتناسق مترامي الأطراف في هالمكان اللي واجهة الخور واجهة خور دبي شقيق وبنايات وإفلل وفلل ومشاريع يا رب البيت والحرم شيء يعرف وشيء ما يعرف والحين الله يحفظكم بندخل نحن مكتب المبيعات وبنقابل شخصية عانين عسبها من دار لين ديره من أبوظبي
لين دبي نحن جايين نقابل السيد الأستاذ وليد الزرعوني، شخصية معروفة لها كتب، مؤلف كتب، شخص رجل أعمال مرموق مميز، زد عن غيره زد عن غيره، خبير عقاري قديم معروف في دبي في الشرق الأوسط في الدنيا العود كلن يعرفه. نحن بندخل الله يحفظكم وهو بيعرف عن نفسه وبيخبركم عن الكبيرة والصغيرة. هذا مركز إعمار مثل ما تشوفون، مركز إعمار دومها إعمار متميزة بكل ما هو جميل وشيك وراقي وفنان وماشي شراته في الدنيا العودة. هذا مركز جنتي إعمار مال مبيعات مقابل الخور، خلاف بنظهر خاري برويكم التصوير لخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ وليد؟ كيف أنت؟ الشيخ من رباك الله يحفظك يبارك فيك. كيف أنت؟ الله يبارك فيك يحفظك. وين تبانا نيل سعادة؟ زين؟ كل حد أبوي يعرفه وليد الزرعوني، هذا أبوي اللي لهم في البيع ولهم في المشترى واللي يحبون العقار واللي يحبون التجارة كلهم يعرفونه. يا غير نحن زيارتنا اليوم نبقى تعريف خاص من كنت يا أبو خالد للجماعة اللي تابعون عن منو وليد الزرعوني وشو علمه وشو خبره ومن متى متمرس في هالشغلة. مرحبا أبو محمد، أنا الله يسلمك صار لي في هذا المجال من 2007 ولله الحمد. طبعا عندي مكتب عقاري في دبي من 2007 وعندنا مكتب في الكويت وقريبا إن شاء الله حيكون لنا فرع في السعودية. وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للعقارات، معتمد ومرخص من التنظيم العقاري في دبي من 2007. أنا كشخص معتمد ومرخص وفي نفس الوقت الشركة عندي معتمدة ومرخصة من التنظيم العقاري، ومؤلف كتاب أسرار المستثمر العقاري الذكي. أبو خالد، مضمون الكتاب ومنو المستفيد والفئة المستهدفة في هالكتاب؟ الفئة المستهدفة في الكتاب فئتين. نعم. أنت يا أبو محمد إذا بتستثمر في المجال العقاري، نعم، تقدر تستفيد من هذا الكتاب. نعم. وأنت يا أبو محمد إذا تبغي تفتح مكتب عقاري تقدر تستفيد من هذا الكتاب. خبرة 12 سنة حطيتها في هذا الكتاب. بارك الله فيك. خلاصة 12 سنة. هل إن الكتاب هذا بيفيدني أنا كإنسان أريد أشتري عقار، أو يفيدني كأسأل عن العقار أو موقع العقار أو حجم العقار أو العقار اللي يناسبني؟ هل هذا الكتاب فيها الفائدة؟ نعم فيها الفائدة، والكتاب هذا مرخص من المجلس الوطني للإعلام، واسم الكتاب مثل ما قلنا يا أبو محمد أسرار المستثمر العقاري الذكي. وأنا تشرفت أن اللي كتب لي مقدمة الكتاب أخونا سعيد الرميثي عضو مجلس الوطني الاتحادي. والنعم بن صالح، والله مليون والنعم. هاي أبوي هل السمحة ناس طيبين ما حد شراتهم. وين طحت وش عرف وين عرفت أنت سعيد الرميثي؟ ما في حد ما يعرف سعيد. ما شاء الله سعيد ريال طيب. ريال والنعم فيه. الناس كلها طيبين وخير بركة. يا غير الفئة هاي بالذات هاي الناس وايد فنانين وقريبين إلى القلب. كل إماراتي يجي سلس وقريب إلى القلب. هذا اليوم محور كلامنا كان من الصبح. أبو خالد، نعم، أنت حينه مستشار عقاري. نعم. كيف يستفيدون؟ كيف يستشيرونك العرب؟ منو كيف يقدرون يواصلون وياك؟ أنت رجل أعمال. منو يقدر يكلمك؟ أنت أخاف حدد ندق التليفون تكون مشغول، أو كيفية أن يتشاورون وياك على أي شيء يبون يستفيدون منك؟ أولاً يا أبو محمد، طبعاً الاستشارات اللي أقدمها للناس استشارات مجانية وبدون مقابل. نعم. تمام. جزاك الله. طريقة التواصل طبعاً يا بالاتصال أو عن طريق السناب، مواقع التواصل الاجتماعي في أي طريقة هم يبون. عندك قناة على اليوتيوب؟ عندي على اليوتيوب وفي السناب شات وفي الانستغرام. ما شاء الله. أي نعم. فكل الطرق موجودة، ومثل ما قلت لك استشارات مجانية بدون مقابل. أبو خالد، فيه عقارات يسمونها قيد الإنشاء. نعم. ولادمي أنا أتوقع أكثر الناس ما يبون يشترون شيء في الصحراء. صح. يبون يشوفون شيء يشوف العين ويشترونه. نعم. هذا المشروع يسمونه قيد الإنشاء. نعم. مثل هاي اللي نحن الحين نشوفها، هاي البنايات الحين كلها قيد الإنشاء. صح. صح ولا أنا غلطان؟ صح. زين، كيف يعرفون إن يعني حسب ما يتوهقون العرب؟ شوف طال عمرك، اليوم قام تشتري أي عقار قيد الإنشاء في دبي، في أمور لازم الواحد يتأكد منها.
تتأكد أن المشروع هذا معتمد ومرخص من التنظيم العقاري وله حساب ضمان. تطلب من عند المطور أو من عند الوسيط. المطور منو والوسيط منو؟ المطور مثلا أعمار. المطور انزين المشروع هذا حين ملك أعمار. ملك أعمار انزين تمام. تطلب رسالة اعتماد المشروع من عند المطور أو من عند الوسيط. تتأكد أن المشروع هذا مرخص ومعتمد من التنظيم العقاري، والمبالغ اللي تدفعها تدفعها في حساب الضمان، ما تدفع المبلغ في حساب المطور. يعني تجيب انت اليوم المبلغ تسجله بشيك او بتحويل في حساب الضمان. شو هو حساب الضمان؟ حساب الضمان حساب باسم المشروع في بنك من بنوك الدولة. على سبيل المثال المشروع اسمه خلنا نقول برج دبي، فلازم الحساب يكون باسم برج دبي في بنك من بنوك الدولة، والمبالغ هاي تندفع في الحساب. نعم. وهذا الحساب من اللي يتحكم في الحساب؟ مؤسسة تنظيم العقاري في دبي، بحيث ان المبالغ اللي تنودع في الحساب تندفع للمقاول فقط. هني انت تكون في السيف سايد. زين، شو الاخطاء اللي الاول استوت وحينه تداركتها الدنيا والناس والعالم تداركتها والاول كان موجود وحاليا اختفى من الوجود؟ قبل مثلا الناس كانت تشتري في مشاريع مش معتمده ولا مرخصه. زين، شو كانت المشاكل اللي تيهم؟ ان خلاص الفلوس عند المطور، اذا المطور شرد ما حصلت فلوس ولك وحين، وهذا اللي لازم في حساب الضمان. يعني حاليا الانسان اللي بيشتري ذكر كان ام انثى ضامن حقه 100%؟ نعم. مستحيل يسوي شرات الاول يضمن حقه في حاله واحده ابو محمد، اذا دافع المبالغ في حساب الضمان واذا كان المشروع معتمد. اما اذا اشترى في مشروع مش معتمد ودفع المبلغ، كيف اعرف انه معتمد ولا مش معتمد؟ تطلب من شهاده اعتماد المشروع. ايوه، ولا شهادة الاعتماد هاي ظاهر من وين؟ من مؤسسة التنظيم العقاري في إدارة الأراضي والأملاك. ايوه. اي نعم. ونقطة مهمة أبو محمد، تتأكد أن الشخص اللي قاعد تتعامل وياه سواء كان وسيط عقاري أو مسوق، أن هذا الشخص معتمد ومرخص من التنظيم العقاري. أي مكتب وساطة عقارية عندها شهادة اعتماد مكتب وسيط عقاري، الشهادة هاي تكون صادرة من مؤسسة التنظيم العقاري. تطلب نسخة من الشهادة، تتأكد أن الشخص اللي وياه أو التعامل وياه إنسان معتمد ومرخص. في شيء استوى وأنجز وابتاع واللوادم استثمرت فيه وباعت واشترت وسكنت من تحت من وراء مكتبكم أو من عقبك أنت؟ نعم. مثل شو؟ عندي وايد مشاريع، عندي مشاريع في المارينا، مشاريع في منطقة برج خليفة، مشاريع في دبي لاند، كثير من المشاريع نحن بعناها للناس، كانت قيد الإنشاء والناس استلمت وسكنوا. الحمد لله. الحمد لله. الله يعني هذا الحين شيء ملموس. نعم، شيء ملموس. بارك الله فيك. أقول لكم البارحة جلست ويا بن شيبان الله يحفظه، رجل أعمال ما شاء الله في ميلاس البطيء، تلاقينا وياه ورمسنا وسولفنا عن العقار، وطرالي انه خد جميع العقارات في دبي ويفضل اي انسان عنده درهم منقوشي ما يخليه ابويه في البنك، لا ضروري تشتغل بحينه، بالاخص هالايام ايام السوق زين، حينه يسمونه وقت المشترى. وقت المشترى للي عنده بيزات ما يودهم ولا يتنزهن، بيظهرن عليك اغلى عملي السوق. شو رايك في كلام ابو خالد؟ كلامك عين الصواب. يعني البيز الحين تنشنز ولا وقت مشترى؟ وقت مشترى. وانا اقول حق الناس اشتروا يوم الناس تبيع. نعم. وبيع يوم الناس تشتري. بارك الله فيك. نعم. بما معنى شو يعني؟ بما معنى اليوم السوق نازل والاسعار نازله والمطورين مسوين تسهيلات في الدفع. نعم. فلازم الواحد يستغل الفرصه ويستثمر الحين. اليوم الاسعار نازله مثل ما قلت لك، وفي تسهيلات في الدفع، فاستغلوا الفرصة. هاي نعمة. 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 نعمة متاحة للي عنده بيزات، واللي ما عنده بيزات يجلس يطمش عادة. ما حد قال لي يلعب بيزاته. أبو خالد. أقول لك أنا توقعت عادة هاي اللي يجونك يتبع مال العقارات وهاي يجي شيء دفش وي يجي شيء غير نمون، يجي غليظ يبى يبيعك وخلاص. إيه أنت زي. ما شاء الله زقتي فنان. الله يجزاك خير. كيف يعني؟ هل أنت يرك عرج الزراعنة؟ نعم. يرك في السلاسة. نعم. ما شاء الله عليك، ما تغلبون البارحة هاديبكم. زين، الزراعنة أغلبيتهم من الشارج ولا شيء في دبي بعد؟ أغلبيتهم من الشارج، بس نحن في دبي. أنت من السويتو؟
هي من السويد في دبي. سبحان الله. لكن كان أصلا كم الشارجة؟ أغلبيتنا في الشارجة. نعم. أنا قلت في خاطري. أغلبيت زرعنا في الشارجة. إيه ما شاء الله. الله يحفظك. كم عندك من العيال؟ أربعة الحمد لله. أكبرهم بنت ولا ولد؟ ولد خالد. والله والنعم. إيه نعم. زي زي. عقبهم بنتين توم. وآخر واحد عمر. الله يحفظهم. بلغ فيهم إن شاء الله. الله يحفظك. وليد زرعوني حوين بتودينا نتغدى عقب نكمل زين عقب تودينا حق هاك الشيء كله هناك اي نعم هذا المكان هذا المكان زين وهني شيء واللي بي المبيعات روبي يتغدى عندكم صح حياها مطعم يعني هذا لو شو لا ها هذا بس حقكم انتم حقك انتم بعد ما اقول عنك شيء خذ هذا المطعم هناك هذا خور دبي هذا خور دبي وهالبنايات قائمات قيد الإنشاء هذا كله قيد الإنشاء ودنيا هناك عجلة عجلة هناك عجلتن وحدة عجلتن وحدة دور ما دار الخور هاي بتقوم أبوي هاي دبي جديدة هني بتسوي دبي غير عن دبي اللي تعرفونها هذاك شيء وهذا شيء مثل هذاك ابوي انجليزي وهذا فرنسي يعني جهتين مثل قارتين موقعين مختلفات اثنين ما فيهن واحد يشابه الثاني هذا يميزن على الخور مشاهد ابوي هالمحميات الطبيعية وهالطبيعة الفنانة وهالقرم هالقرم اللي هو المنقرور احد يسميه منقر اظني منقرور بالانجليزي يسمونه منقرور ولا منقرون يمكن لكن بالعربي قرم قرم كم عاشت عليه اللوادم هالقرم الحمد لله على كل حال كان شيء جميل والله منظر روحه يسر الخاطر احنا الموقع اللي نحن فيه هذا مركز مبيعات اعمار مركز المبيعات مثل الشوروم المجسم العود اللي تونا صورناه برد الخلاف مع الأستاذ وليد بخالد هو بيشرح لنا عن الوضع بخالد الحين هالبنايات شيء فيهن ولا كل مبتاع لا كل مبتاع هذا الصرح العظيم هذا الصرح العظيم مشروع اللي شوفه ابو محمد نعم قبل سنتين ونص كنت ابيع فيه شقق اها على 960 الف درهم الغرفه والصاله زين اليوم سعرها مليون ونص دبل لا اله الا الله نعم. في خلال سنه خلال سنتين يعني في شيء دخل هالمبلغ في الدنيا العوده ماشي غير العقار ماشي سبحانك يا رب الحين هذا كله مبتاع ما شيء فاضي كله مبتاع كله ماخوذ كله شو اكثر جنسيه اشتريت من عندكم والله كل الجنسيات من دول الخليج عندنا المواطنين عندنا السعوديين اخوان السعوديه خذوا الجنسيات الثانيه والله عليك اي نعم اوروبا في تملك في نعم تملك حمل جميع الجنسيات والله اي نعم شو الامتياز اللي حصل اللي ياخذ في المباني هذه كفايه انك تاخذ من عند اعمار كفايه انك تاخذ من عند اعمار ليش حتى انها اعمار تخلق لك شيء من ولا شيء من ولا شيء سبحان الله البقعة اللي هناك نعم مرها عقب سنة وبشوفها تغيرت 180 درجة هذاك السيح لا يرد السيح اللي هناك تشوفه سبحان الله اي نعم أبو شو الخبر اللي توك تقراه في اللي جاي لك على الواتساب عن المباراة المباراة بيعرضون المباراة في السينمات قاعة السينما في كل السينمات والله في دبي عندنا مردف سي سنتر وديرس دي سنتر واميرتس مول وميركاتو سبحان الله هذا خبر جميل المرات الثانيه ما ادري والله بس دبي عندنا هذا خبر جديد نعم التسليم اقول لك شهر 2 ابو محمد في هالابراج هذه شهر 2 هاللي جاي والله إيه؟ بعد اربع شهور بعد اربع بنايات هي شهر 2 التسليم ما تشوف ما شاء الله شغالين في الشوارع وشغالين هي ولا لاند سكيب جاهز كامل وهاي وين المارينا مال هالي قدامها؟ هنا المرسل. هاي المرسل تبعها هي؟ تبع المشروع نعم. والمرسل على الجاهز. هي والله. مرسل يخوت. مرسل يخوت. أيوة.
اللي خذ العام على 990 السنة أبوية مليون ونص. هاي بقول لكم العقار ما شي شراته الابن البار. أبو خالد حبيب بتودينا بننزل تحت وبنتكلم عن المشروع اللي في منطقة الخور. هذا المشروع إن شاء الله بنكون عارضينه في بنعرضه في معرض العين يوم الخميس والجمعة والسبت. هذا اللي بيجي. هذا اللي بيجي. زين. في وين عارف بتعرضونه في؟ فندق الهيلي ريحان روتانا. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. أبو إبراهيم. شو رأيك في غدا أبو خالد؟ ممتاز. الحمد لله. الله يغنيكم كثر من خيركم يا ابو خالد على هالغدا الفنان. نحن وين الحين؟ نحن بالضبط موقعنا هي هذا. نحن وين واقفين الحين؟ والبنايات اللي توني صورتن وحده اثنتين ثلاث اربع. ايوه الاربع بنايات. المرسى هناك. تعال لي هذا المرسى اللي توني صورنا من فوق. والبنايتين ثلاث وهذه القيد الانشاء. ايوه. وحين شو اللي تبغون انتم تسوون لترتيبه؟ المبنى يكون وراهن. وراهن علقنا مره. ايوه هي ترى انها جزيره. هي جزيره. شوف هاي جزيره. المشروع هذا اسمه ذا بالاس القصر. واعرض برج فيهن ولا يتروالي تقريبا اعرض واحد. وين منهن؟ هذا فندق القصر. اها. والشقق في هالمبنى. شقق سكنيه غرفه وغرفتين وثلاث. طبعا على القناه دايركت مباشره. هاي نحن الجزيره الحين اللي كنا نحن جالسين فيها الحين. وهذا المكان شو كله؟ اطول برج في العالم. هذا اطول برج في العالم. وعندك اكبر مول اللي قالوا عنه. إيه. طبعا شوف المبنى هذا ابو محمد. نعم. ونفسه هذا هو اللي ذا بالاس. ذا بالاس عباره عن شو؟ عباره عن شقق سكنيه غرفه وغرفتين وثلاث. اسعار الغرفه والصاله تبدا من 1,030,000. الغرفتين وصاله اطلاله البوليفارد 1,400,000. غرفتين وصاله اطلاله القناه 1,900,000. وهذا فندق البالاس القصر. راح يكون 5 ستار. 5 ستار. وميزة المشروع هذا ابو محمد ان كل الخدمات الفندقيه تروم تستخدمها هني ولكن بمقابل. لوندري تدفع اكيد. حتى حتى في فندق انت يوم في اللاندري بلاش. لاندري ما شيء بلاش. نعم. الحين السعر هاللي انت قلت عنه الاسعار اللي تو خبرتني عنهم هل هي اسعار منافسه؟ هل اسعارها موجوده في مكان غير ولا بس عندكم انتم كموقع؟ نعم. وكشركه. نعم. شركه اعمار. نعم. وكاطلاله. نعم. منافس يعتبر منافس. يعني هالسعر ما يتحصل عند حد غير؟ ما يتحصل. شو اخير لك؟ شنطه ماركه ولا شقه مشاهد الخور؟ شو تبين؟ ركضه ودبكه شرق وغرب ولا شقه وفله وعقار نأجرتيه باكر ولا انه دخل دايم ونبعتيه ولا نبتيك همشة بيزات ولا استثمرتي ولا انه بينفعك انت بينفع عيالك واخوتك وهلك؟ شو الاخير؟ شيء خرخشان هذا اللي يتبخر ولا شيء الدايم؟ هذا ابوي يسمونه البير الارتوازي نبع دايم وخيره منقطع النظير وما يوجف. وادري عنك الشناط وادري عنك ابوي الاكسسوارات وما ادري شو عليك بهالشيء. مدام عندك ابوي ماجنجه وبيزات اخذي ابوي هذا. هذا ابوي المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. ولا تحرب ابوي المواتر هاللي لقصفت اجال 30 الشباب وراهم فايده. هذا ابوي اللي وراه فايده. الفايده عند الله سبحانه وتعالى. لكن رب العالمين يقول لك عقلها وتوكل. هذا حاليا توجه العالم كلها العقار. غير العقار لا تحط بيزاتك في اي كائن إن كان. ودر ابوي تنفيخ السيايير ودر التواير البالون ما في شو ولا وهذا حط عليه شو اسمه هذاك يسمونه
هدر 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 بسبعين ألف وخمسين ألف ومية ألف صار لحد دنك دفعة أولى مية ألف الحول الحائل أبوي أنت عندك عقار بمليون شخير هدر ولا شقة مشاهد أبوي الخور شو هذا حينه شوف أبو محمد سعر الغرفة والصالة مليون واثنين وثلاثين ألف نعم عند توقيع العقد تدفع 75 ألف وبعد شهر 51 مجموعهم تقريبا 150 ألف نزيد. كدفعة أولى نزيد. عقبها كل 8 شهور 82,600 كل كم شهر؟ كل 8 شهور هي. حلو كلام؟ زين الـ 82,000 لو تقسمها على 8 شهور كل شهر 10,200 درهم زين من اليوم لين التسليم تكون دافع 60% و 40% تقسط على 36 شهر من بعد الاستلام الـ 40% هذه تدفعها من إيجار الشقة فكأن انت اخذت الشقه ب 650,000 منو بيأجر لي الشقه هنا؟ نحن نأجرها يا اخي ايش اللي يضمن لي؟ شي يضمن لي انك انت بتأجر شقتي؟ انا يوم أأجر شقتك استفيد ترى انا يوم أأجر شقتك اخذ عموله من عند المستأجر بعد نعم مو من عندك من عند المستأجر زادكم ابويا اي نعم ترى هاي فايدة حاليا ما تستفيدون شيء تستفيدون خلاف يوم تصيرون تأجرون اللي اشترى اللادمي هذا يا أنكم تبيعون له بفايدة وتأخذون عمولة أو أنكم تأجرونها وتأخذون عمولة لكن ما تأخذون عمولة من صاحب الملك لا أبدأ أيوة قربت شاء الله يا البيزة ما تقري ما تتم البيزة ما تتم لو تتم البيزة أبوي ليتني يمع من زمان لو يمع من زمان كان الحين ابويا اخذ ثلثين هالدنيا لكن ما تتم البيزة استغفر الله العظيم بحب ما ياخذ الا نصيبه ده ابو خالد الحين ها موضوع الغرفه والصاله خلصنا منه وهذا موضوع شو الغرفتين والصاله زين في هالبرج في هذا البرج اللي شو اسمه ذا بالاس هذا متى بيستوي ومتى بيذهب ومتى بيتسلم التسليم إن شاء الله شهر 12/2022 يعني عقب كم سنتين ونص تقريبا من اليوم نزيه 2022 نعم اللي ما ياخذ اليوم مثلا أو ما ياخذ حينه عقب شهرين ثلاثة يزيد السعر لازم يزيد طبعا يعني طبعا يزيد كل من جدمت كل من لقط السعر سعر احسن وموقع افضل واطلاله احسن يعني تروم تتنقى حين اللادمي يروم يتنقى شيء اللي يباه زين هذا حينه غرفه وصاله نعم. اللي هو سعرها مليون واثنين وثلاثين الف وهذا شو هو الغرفتين والصاله مليون اربعمئه وهداشر زين عند توقيع العقد 101 بعد شهر 70,000 عقبها كل 8 شهور تدفع 112,000 بمعدل 14,000 درهم شهريا زين لين الاستلام وترجع تكمل 40% على 3 سنوات من يعني الاستلام. تاريخ شهر 12/2022 استلم المفتاح استلم المفتاح ان شاء الله زين والمبلغ المتبقي بيكون كم سلمت انا من القيمه 60% 60 وال40 تقسط على 3 سنوات من بعد الاستلام يعني معدل كل شهر كم او كل سنه كم 14,000 كل شهر 14,000 والله نعم واذا اجرت كم بتتاجر بتجيب لك في الشهر مال 12-13,000 في الشهر اقل شيء فالايجار يسد القسط كيف بتتاجر ب 12 والقسط 14 تقريبا انا قلت لك 12,000 اقل شيء زايد قاصر يعني زايد يستوي زايد قاصر نعم زين من كل مكان ابو الناس الشراي من كل مكان ابو خالد حين الاسعار اللي اعطيتني اياهن هل هن اللي مشاهدات الخور ولا مشاهدات البوليفار لا مشاهدات البوليفار اللي من الخلف اي نعم هذا الحين لفت انتباهي السؤال زين وليش شرات نفس الشيء لك مشاهدات الخور الغرفه والصاله مشاهدات الخور ما بقى عندنا شيء خلصن الغرفتين والصاله مليون و900,000 فرق 500,000 بين الفيو اللي مشاهد البوليفار والخور 500 الفرق 500 واللي قبل 6-7 شهور وخذ كم كان السعر الغرفتين والصالة المليون 900 كان تقريبا على مليون و750 قلنا لكم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد لحقوا عماركم أبوي لحقوا عماركم
افتكوا بتجنيز البيزات، اشتروا بيعوا في العقار، به من ابوي يبيع ومن ابني يشتري، وتأجر لكوبة بيك الدخل وبيك الخير، وصبري على نفسي ولا صبر الناس علي. زين ما علي سامح تجي دخلت على الغفلة. أبو خالد حينه شيء معرض عندكم يوم الجمعة، الجمعة بس؟ خميس والجمعة والسبت في العين. العين زين، معرض شو اختصاصه هالمعرض؟ بخصوص شو؟ بنسوق هذا المشروع. وين منهن؟ هذا بس هذا المشروع، بس هالمشروع، بس هالمشروع المتبقي. المتبقي لكن لمزيد المعلومات انه اللي على الخور ما شيء تام، غرفة وصارة ما شيء، شيء غرفتين وصالة، غرفتين وصالة وثلاث غرف، شيء ثلاث غرف صالة، شيء غرفتين وصالة. نعم. والمتوفر اللي هم شاهد البوليفار، البوليفار واللي هن أسعارهم بين مليون ومليون وخمسة وثلاثين ألف. نعم. إلى مليون وأربعمية ألف. زين، هذا التسويق بيكون متى؟ الخميس والجمعة والسبت، فندق الهيلي ريحان روتانا من عشر الصبح لين عشر المساء. موجود عندك اللوكيشن وما أدري شو؟ زين، بارك الله فيك، شكرا جزيلا أبو خالد. شيء تبى تقول؟ تفضل أبو خالد. طبعا مثل ما قلت لك أبو محمد، الاستشارات مجانية، مو بشرط تشتري من عند ولي. تبغى تستشير على أي مشروع في دبي، أرقام التواصل موجودة وأنا حاضر وتحت أمرك. بالإيميل وال واتساب، إنستغرام، سناب شات، تويتر، أي شيء. ما شاء الله عليك. نعم. جزاك الله خير، والله يأجرك إن شاء الله على فعل الخير. المعرض اللي بيكون في العين، نعم، هل انه مختصر او محتصر يعني حاصرينه بس للرجال ولا شيء مكان للنساء بعد؟ للكل، شيء مكان للرجال والنساء. اكيد هالمعلومه، اكيد اكيد طلع. سمعن ترى يمكن الموضوع لين العين الى عقر الدارة، عن اليلسة وسيرن ودرن عن كن معامات الا معاريس الا حفلات الا شرب وغرب ومط سيرن ومعرض جايين كل مكان. يقولون المصريين اللي مش عاوز يشتري يتفرق، سير يتفرق. والله مكان جميل ومميز، والهدوء اللي في الدنيا كله فيه، وعاطين مساحة خضراء بما فيه الكفاية لجميع المشاريع، ناهيك عن المنظر الخضار مال القرم، ومحمية الفناتير، محمية فنتير كأكبر محمية فناتير في الدنيا العودة، شرات اللي في الظنة. سبحانك يا رب يا ربي، يا هو مشروع، يا هو مشروع، يا هو مشروع. ومر على الخور ما شي يصير، وتعال مرة في عين الماء، محطات مترو مخصصة للمنطقة بعد، برج خور دبي. يا سلام سلام، ها هذا فناتير، يوم أقول لك فنتير في الخور، هذا يطرون الخور هذا. يا سلام سلام يا ربي، اسميك يا دبي، والله شيء. قاعدوني يا ليت ما قاعدوني، قلنا لهم بوي بعدني في مز وغزل في قوة، تو هو بادي ما طاعب. في الطريق ابوي الحين تعدينا سيح شعيب، وقاعدوني يا ليت ما قاعدوني في ذمكم، ما بدنا انا صادق والله، انا تو هو بادي وتو الناس، لا تقول هونا، هي والله تو الناس، تو الناس، تو هو بادي، والله يا ابوكم ينهم غلطانين يوم قاعدوني، ولا كان بيستفيدون من وراي استفاده ما يعلم بقدرها الا الله سبحانه وتعالى. بعدني ابوي حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس، حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس، تو الناس، تو الناس، تو الناس، ما ادري شياهم علي وقاعدوني من وقت. والله يا ابوكم يني القب والعفاريت تبارك الرحمن فيي، الحمد لله ما اشكو من باس، ما ادري ليش قاعدوني بالرغم اني مبعود وايد، تو توني توني تو الناس، ما ادري شياهم علي.